بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. آية الله المشاهد نمر باقر النمر عالم دين المخلص عرف بالتواضع والإيمان والورع والتقوى، وكان مثال العالم العارف الذي يميز الأمور ببصيرة رسالية ثاقبة يتفجر من جوانبها العلم والتجارب التي كان يختزلها في قلبه وفؤاده، مدعومة بمعارف القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتراث أهل البيت الأطهار عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. آية الله المجاهد نمر باقر النمر عالم دين المخلص دافع عن دينه وظلامة شعبه ودافع عن مظلومية شعب البحرين وجاهر بالدفاع عن المظلومين في وجه منتهكي الحقوق والمقدسات، فكان دينا علينا جميعا أن نقف معه ونؤدي ولو بعض حقه بالتضامن معه ومع عائلته الكريمة وندافع عنه بما نستطيع. جمعية العمل الإسلامي أمل والقوى الثورية في البحرين والقطيف والحجاز تدين ما قامت به السلطات السعودية من اعتداء غادر واختطاف ومحاولة قتل لآية الله المجاهد نمر باقر النمر، وكل ما تعرض له من إهانات في المذهب والمعتقد والتعذيب الجسدي والنفسي الذي لا يزال يعاني من آثاره، وترفض المحاكمات الممسرحة التي خضع لها، وتطالب بالإفراج الفوري عن سماحته وعن جميع سجناء الرأي والضمير. جمعية العمل الإسلامي أمل تشكر وقفة القوى الثورية جميعا في البحرين والقطيف والحجاز وكل أحرار العالم وكل الذين ناصروا وآثروا هذا الرمز الكبير فقيه الإيمان والجهاد سماحة آية الله المجاهد نمر باقر النمر، وتشكر وقفة أبناء شعبنا في البحرين والقطيف والحجاز الشجاعة والنبيلة والمؤازرة والمناصرة للمظلومين، وتدعو أبناء المنطقة جميعا لرص الصفوف والتعاون والتعاضد للوقوف أمام الأخطار المحدقة بنا والسعي الحثيث لحمل الأمانة وأداء المسؤولية الملقاة على عواتقنا جميعا والنجاح فيها. فأنتم شعب رضع الحرية ورفض العبودية وأبى الإماتة، فلا يمنعكم مانع عن طموحاتكم ولا تخشوا أحدا إلا الله، وثقوا بالنصر والغلبة كما وعدكم، وبإحدى الحسنيين إما نصرا أو شهادة، ولا توقفكم سقوف الوهن والعجز
فسقفكم السماء ورسالتكم رضا الله العزيز القهار. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والحرية لتيجان الوطن الأحرار. جمعية العمل الإسلامي أمل، الأحد 16 من شعبان الموافق 15 يونيو 2014، عاصمة الثورة سترة، البحرين المحتلة.